ياسين سؤال موجه الى ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي، المنتخب التونسي تألق في العطاء ضد مدغشقر وكانت النتيجة الأكبر في دور ربع النهائي، هل من الناحية السيكولوجية هذا يعطيكم أسبقية على المنتخب السنغالي المنتخب المرشح للفوز بهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا؟ Je parle pas le français. Non. أنا أرفض التحدث باللغة الفرنسية. يقول s'il vous plaît, عفوا وحضرتك هناك معدات الترجمة الفورية لمن يريد أن يستمع إلى طه ياسين الخنيسي باللغة العربية. حاجة صحيحة. وثم تقع الترجمة للغة الفرنسية. قدمنا فيها مردود طيب. مباراة السنغال باش تكون مباراة مغايرة، يدور لي دور نصف نهائي هذا اللي باش يكون حاضر أكثر، اللي باش يكون مركز أكثر هو اللي باش يربح. يدور لي الماتش هذا باش تلعب على جزئيات صغيرة. إن شاء الله احنا من هنا الغدوة إن شاء الله نكونوا مركزين 100%، وإن شاء الله بقدرة ربي نتمكن من الفوز على المنتخب السنغالي. أنجلي Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais la dame dit que ce n'est pas de l'arabe, c'est du tunisien. Ce n'est même pas de l'arabe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon fablikum. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, la dame dit que ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. C'est l'arabe. الأخت المتواجدة تقول وأن ياسين طه ياسين لم يتحدث حتى باللغة العربية الفصحى وإنما باللهجة التونسية. Bon, la لربما لأن هناك مزيج من العربي والفرنسي. Ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. المترجمة الفورية تقول وأن طه ياسين يتحدث باللهجة التونسية ولم يتحدث حتى باللغة العربية الفصحى. Écoutez. Bon, allez-y traduire. Hein? Oui, mais justement, parce que Oui. Oh, silence, s'il vous plaît. Silence. نرجو منكم الهدوء. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. عذرا. Bon. Ok, on va continuer. سوف نواصل. Ok, comme vous voulez. Micro. Micro. السؤال الأخير. Écoutez, ne vous mêlez pas de ça, madame. Dernière question. سؤال طه ياسين الخنيسي طه بعد الماتش الكبير نتاع مدغشقر انتصار قوي برشا وبرشا ثلاثة بلاش يخليكم موتيفي أكثر باش تربحوا المنتخب السنغالي تاريخيا احنا متقدمين عليه واللي الأجواء هذه الكل تخليكم تصور الجو هذا الكل العام يخليك موتيفي باش تجيبوا ربح إن شاء الله غدا. أول حاجة الحمد لله يا رب على الفيكتوار كونتر مدغشقر. ثاني حاجة زوز مباريات معناتها ماهمش كيف كيف يظهر لي معناتها هذاك تو دخل في الماضي تو عندنا غدوة عندنا ماتش باش يكون أقوى برشا معناتها من المنتخب مدغشقر باش تلعب على جزئيات صغيرة صحيح معناتها إذا نلعبوا بنفس الأنفي بنفس الروح والقلايب معناتها
اللي لعبنا به ماتش غانا وماتش مدغشقر ان شاء الله معناتها نعملوا احنا اللي علينا والباقي على ربي وان شاء الله يكون الانتصار من نصيبنا. ميرسي بوكو. شكرا جزيلا لطه ياسين الخنيسي والسيد المدرب. هكذا ينتهي المؤتمر الصحفي.